وينضم إلينا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. دكتور رامي، مرحبا بك. بداية، لو تحدثنا عن لقاء بوتين بشار الأسد في سوتشي، ما دلالته برأيك وفي هذا التوقيت؟ أهلا بك عصام، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن الرئيس الروسي يحاول أن يحدد سقف ما يمكن أن تصل إليه المحادثات التي سوف تجري في سوتشي، والقمة التي سوف تجمع كل من روسيا وتركيا وإيران. إنها قمة باعتقادي عصام بإعلان النصر الروسي في سوريا. هو يريد الآن الرئيس بوتين أن يحدد ملامح العملية السياسية وملامح الحل السياسي للأزمة السورية وفقا للسقف الذي تريده روسيا. هذه القمة باعتقادي أن روسيا تراهن عليها كثيرا، لذلك كما جاء في الخبر فإن روسيا أو الرئيس بوتين قام بالاتصال كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر والدول الفاعلة في إطار الملف السوري. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يتم الآن استبعاد المعارضة السورية من خلال مؤتمر الرياض 2، حيث استبعدت الهيئة العليا للتفاوض يعني الائتلاف الوطني، وبالتالي استبعدت كل الأصوات التي يمكن أن تعارض تلك الرؤية الروسية، لأنها يبدو أنها متفق عليها سواء في الإطار الإقليمي أو في الإطار الدولي. الآن زيارة الأسد تعني أن الأمور كلها دانت للرئيس الروسي بوتين. هذه الرؤية الروسية دكتور رامي برأيك ما ملامحها؟ الملمح الأساسي والذي أراد الرئيس بوتين من خلال استقبال الأسد أن يبعث به كرسالة إلى كل الدول بأن الأسد باقي في إطار العملية الانتقالية وربما في إطار مستقبل سوريا، وبالتالي أي مطالبة الآن برحيل الأسد هي غير مقبولة من الجانب الروسي. وباعتقادي أن هذه نقطة توافق ما بين الأطراف الثلاثة التي سوف تجتمع في سوتشي، وبالتالي أي عملية سياسية الآن الحقيقة عصام أن روسيا في إطار ما يتم في سوتشي تستبعد كل من جنيف حتى الأستانة أو تكرس الأستانة إذا شئت في إطار عملية سياسية متفق عليها في الإطار الإقليمي، بغض النظر عما تقبله المعارضة أو ترفضه، بغض النظر عما يقبله الداخل أو يرفضه. وبالتالي هنالك حل دولي، حل روسي إذا شئت سوف يفرض الآن على الجانب السوري وفي الأرض السورية، وهذا ما كانت تسعى إليه روسيا منذ البداية الحقيقة عصام، بمعنى تحقيق تقدم عسكري ينعكس في إطار نتائج سياسية في إطار الحل السياسي وفقا للرؤية الروسية التي تعني بقاء بشار الأسد، تعني بقاء النظام على ما هو عليه مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي لا تمس طبيعة النظام وأساسه. هل يفسر ذلك دكتور رامي استبعاد هيئة التفاوض العليا التابعة للمعارضة من اجتماعات الرياض، وهل يفسر ذلك أيضا استقالة رياض حجاب رئيس الهيئة ومعه 10 من أعضاء الهيئة؟ إلى حد بعيد كان مطلوبا الحقيقة من السيد رياض حجاب ومن الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم ومن الهيئة العليا للتفاوض والائتلاف الوطني إذا شئت أن يعلنوا أنهم منسجمين مع تلك الرؤية الروسية، وبالتالي يستسلمون أو يتخلوا عن المبادئ التي من أجلها خرجت الجماهير السورية في العام 2011 والمبادئ التي تبنتها المعارضة السورية في مؤتمر الرياض. واحد الآن يراد التخلي عن النقطة الأساسية التي كانت محور الخلاف خلال السنوات الماضية، وهي موقع بشار الأسد في إطار العملية الانتقالية وفي إطار العملية السياسية التي سوف تشهدها سوريا في مستقبل الأيام. هذا ما رفضه رياض حجاب وهذا ما رفضته كثير من أطياف المعارضة، وبالتالي الآن هنالك معارضة متجنة إذا شئت تقبل بما يطرح عليها من قبل الجانب الروسي ومن قبل الحقيقة ليس فقط الجانب الروسي. يبدو أن روسيا نجحت الحقيقة في إيجاد تفاهم إقليمي وفي إيجاد تفاهم دولي سوف يفرض على تلك المعارضة، وهذا ما لم تقبله هذه الشخصيات التي أعلنت استقالتها. نعم، في ضوء ذلك دكتور، كيف تتوقع أن يكون شكل المشهدين السياسي والميداني بعد سوتشي في سوريا؟ من الجانب السياسي باعتقادي أن هنالك سوف تبدأ عملية تفاوض مع شخصيات من المعارضة السورية المرضي عنها روسيا على الأقل والتي يمكن أن تقبل بما تطرحه الجانب الروسي. على الصعيد الميداني باعتقادي أنه تم التوافق ما بين الأطراف الإقليمية على وجه التحديد بتقاسم النفوذ على الأرض السورية. الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الأكراد موجودين في شمال شرق سوريا وفي منطقة التنف، بعض المناطق الموجودة في جنوب سوريا التي أيضا تخضع لحماية أمريكية، الإيرانيين موجودون على كامل الجغرافيا السورية المسيطر عليها من قبل النظام، قاعدة حميميم للجانب الروسي، وبالتالي سوف يبقى تقاسم النفوذ ضمن
ضمن الأراضي السورية، ولكن ذلك لا يعني أن الأزمة السورية قد انتهت. لا يمكن فرض مثل هذا الحل دون توافق مع المعارضة السورية وإجبار السوريين على هذا الحل الروسي. لذلك أتوقع حالة من عدم الاستقرار، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا عصام بأن هنالك حالة من التوتر تشهدها منطقة الشرق الأوسط في هذا الحين، وبالتالي هذا سوف ينعكس أيضا على الأزمة السورية، وبالتالي إذا نحن ربما قريبين من حل سياسي ترضى عنه روسيا، ولكننا بعيدين عن حالة الاستقرار المنشود. شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة العلي الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من العاصمة الفرنسية باريس.